تمام، ارتفاع صفيحات وارتفاع كمان كريات بيض هدول موجودين معنا عند هذا المريض. هلا انا نسينا في شغله، الفحص السريري مهمه، هي الكتله، الكتله هي ما ركزنا عليها، انها عم ترتفع اثناء شو؟ عم تنزل عفوا لتحت اثناء الشهيق، كتله عم تنزل لتحت اثناء الشهيق. طيب هلا فينا نقرا بس الخيارات. لو ما لنا بجلسة دموية مستحيل واحد يخطر له بصراحة، لأنه ما لهم حاطين أبدا أعراض نموذجية. CML احمرار الدم الحقيقي، هدول المتلازمتين ما لحقوا لهم لأنه من هلا قيمون ما موجودين بنوب الدرس. تمام، هلا دي حكيتها الدكتورة بشكل عابر إنه هو احمرار الدم الخلقي، بس ما ذكر إنه والله اسمها شوفيش. اما اللي قبلها ما بدنا، يعني بنوب نوب هي ما ذكرت هالاشياء. يعني تخيلوا انه رقم سي المتلازمه بتصيب الروسيين، بصير في عندهم احمرار دم نسبي مع حجم بلازما ما بدنا اياها. تمام، فمش هيك اعتبروا حالكم بدون ما شايفينها. هاي الحاله اعتبروها بثلاث خيارات بس، ما يعني ما لنا فاضيين نضيع وقت بشغلات خارج المنهج. واخر شيء لا ونادره، يعني مو انه اوقات يكون في شغلات خارج المنهج بس مهمه، بس هي ما لها طعمه، يعني شو بدي انا بروسيا. واخر شيء في عندي رينال سير كارسينوما. طيب هلا معناتها انا عندي A B E، A و B و E. هلا عم يقولوا لي في كتلة تتحرك الى الاسفل مع الشو، مع الشهيق، وفي عندي ارتفاع بالخضاب والحمر والبيض، وفي عندي انخفاض بالاكسجين. تمام، وفي عندي اعراض شو؟ عصبية مها، اللي هي الصداع والخزل، وفي عنا كمان المشاكل بالقلب، هي تبع التكل او النفخة الانقباضية. شو ممكن انطلق من هاي المعلومات؟ الكلية، طب ناخد الكلية. هلأ شو في اعراض؟ هلأ انا مو قلت كتلة، اكيد الكل مصلت اهتمامه على قصة الكتلة. الكليتين بيتحركوا شي مع التنفس صعودا ونزولا، هن مرتبطين بالحجاب يعني بشكل هام، هيك بيطلعوا بينزلوا طول الوقت. تمام، يعني الاشياء اللي بتتأثر اكتر بحركة الحجاب هي الكتلة، على حساب مين؟ يلا عائشة انت هلا اكيد عم تاخدي هضمية او اخدتي. في عندي عضوين بالبطن اكثر شيء يعني بيصير في على حسابه، ممكن طلع والنزله، الكبد والطحال يعني. ممتاز، تمام، الكبد والطحال اكثر شيء لانه هن تحت الحجاب فورا، فاذا في شيء على حسابهم يعني فورا رح يظهر هذا. تمام، طيب معناتها هي حطينا شوي هالمعلومه. طيب صفات الكتله شو هي؟ يمكن اصميه، حدا يقرا لي شو مكتوب، يعني انا ضيعت المنهج. ايه قلن اياها بالعربي. الصمية والقلق. تمام، ممتاز. الصمية. قرأت حالها. قرأت حالها، ضيق شوي بالله. انا بالربع العربي الايسر. ده مو جس الكتلة، حلو. تمام. بالربع العلوي الايسر. هلا مو شرط يكون طحال، يعني انا عم جس قام لقيت اصمية، لقيت كتلة قصدي. الربع العلوي الايسر في اشياء اخرى غير الطحال، هي بحبها الدكتور. يعني اذا بتقولوا له انه يسكن طحال في المراق الايسر كثير بيعصب، او مو بيسكن قصدي، حيزه هو موجود خلف الاضلاع الثلاثة. تمام، يعني الاضلاع الثلاثة الاخيرة. ما بعرف مشكلة شلون بدنا نتوجه، يعني شو الأسئلة اللي نطرحها هون، لأنه طب هلا لحق يعني أول هي مطلوبين مرتفع. تمام، إيه مرتفع صح. ما تمام، فعشرين عد مثلا لزوجة زايد بالدم، فسبب ممتاز، رائع رائع. بس أنا شلون بدي أوصلهم إياها؟ يعني أنت أكيد عرفت، بس شلون بدي أوصلهم إياها؟ إنه هي أعراض. أنا كنت شلون بدي أنطلق ناوية؟ ذكرهم بوالدنستروم، بوالدنستروم الاعراض اللي كنا نشوفها فيها، ونحاول من هون نقربها. تمام، ف
احمرار الدم، لنفرض انطلقنا من هاي المعلومة، تمام؟ شلون فيني افسر بقية النتائج بهالسياق؟ لنفرضها لسه ما بنعرف بركي مو هاي، يعني انا في عندي ارتفاع حمر وبيض، ليش هيك ما عاد قدرتوا تحكوا؟ في ارتفاع حمر وبيض، شلون بدي افسره انا هذا؟ ارتفاع عفوا بيض وصفيحات. يا ترى هو مقبول بهالحالة يحدث ارتفاع؟ انا عم اقول احمرار دم، شلون يصير ارتفاع بيض وصفيحات؟ هو مو بصير فرط نشاط بنقي العظم، يعني بزيد انتاج كل العناصر. ها هلا هذا الحكي عم تحكي انت، فرط نشاط بالنقي ما فيني احطه هون. ليش؟ لانه انا هون مو فرط نشاط طبيعي كمعاوضه لحاله معينه، يعني ما انا مثلا صار عندي انحلال او صار في عندي شغله والله عرفتي شلون. انا هون مشكلتي ورميه تكاثريه، انا هون في عندي تكاثر، لانه السلسله الحمراء، لانه الاريثروسايت منشأة من المايلويد ستيم سيل، منشأة من الخلايا النقويه، ولانه هي مشتركه مع الصفيحات والبيض بنفس الام بنفس السلاله النقويه، مشان هيك لما عم يطرا عندي التسرطن على حساب هالسلاله هي رح يتاثروا شو بقيه الخطوط او بقيه النسائي. تمام تمام، هذا اللي بدي اياه. فمعناتها انا هون عندي السلاله النقويه بيطلع منها صفيحات ومحببات وحمر، وبيبقى الليمفاويات بيطلعوا من البريكيورسر او السليفه الليمفاويه. تمام، ففي عندي جذع مشترك ام وحده، فمش هيك في عندي تداخل بين الامراض اللي بتطلع على هدول الثلاثه. مشان هيك بالسي ام ال ممكن نلاقي ارتفاع صفيحات، مشان هيك باحمرار الدم ممكن نلاقي ارتفاع بيض وصفيحات. تمام، ففي عندي هذا التداخل، وحتى بفرط الصفيحات كمان ممكن نلاقي مشاكل تانية حنناقش هدول الامراض هلا. ف بدنا كمان معلومات تانية تساعدنا. الخضاب هون رقمه، انا قديش عندي رقم الخضاب الطبيعي عند الرجل؟ يعني لحد 16.5. ايه تمام، حلو، اوقات بيقولوا 17 كمان. هون الرقم 18.9 رح يصير 19. خلونا ناخذ هالاصطلاح هذا، اي رقم خضاب فوق 18.5 عند الرجل ففكر بشو؟ احمرار. بس مو احمرار ورمي ضيقه، نحن ما عم نقول هون، يعني ما وصلنا لتشخيص احمرار الدم الحقيقي. طبعا في حقيقي، معناتها في واحد شو مو حقيقي. تمام، طبعا نقول احمرار دم حقيقي معناتها في احمرار ثانوي. طيب دقيق شوي.